تغميسة عبارة عن بصل مكرمل مع زيت وزبدة، جبنة كريمي، ساور كريم، مايونيز، وكرات مفروم، كمان ملح وفلفل، وهنقدم معاه أي نوع شيبس، أي نوع رقائق ذرة، أي حاجة أنتوا حابينها، حتى لو عايش تورتيلا كده وحمرناه. بجيب أول حاجة الزبدة بحطها كده معاها كمية بصل حلوة بالطريقة دي، وعلى نار هادية خالص بسيبه لحد ما يديني لون الكراميل ده. ماشي، هسيبه كده على نار هادية، وطبعا محضرة البصل لانه بياخد وقت طويل شوية. بياخد تقريبا ربع ساعة على نار هادية او تلت ساعة كمان اهو. بعد كده والله لا، ممكن نقدمه سخن، هنقدمها سخن، ممكن باردة وممكن سخنة، ممكن بعد لما نعمل بصل مكرمل نخلط كل المقادير على البارد، بس انا هعملها سخنة صراحة بما اننا كده في الشتاء فممكن نعملها سخن. لا لسه ماشي ماشي كده. ايه، معلقتين مايونيز، المايونيز الوحيد اللي مش هحطه هنا كده، ساور كريم وكريم تشيز، واخلط المكونات كويس قوي مع بعض على السخن كده لغاية ايه ما تسيح خالص. هقلبها بقى مع الكرات، اقلب كويس قوي، مايونيز، كريم تشيز، كرات، بصل مكرمل، فلفل اسود، ملح، وبلا بما ان في بقدونس هحط كمان بقدونس. التغميسه دي لذيذه جدا، وزي ما قلت معانا اي حاجة نغمسها بيها، هسيبها كده وتتقدم سخنة او باردة، في الاتنين طعمها حلو قوي.